الله الرحمن الرحيم وبين نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، لو جينا في جمع وطرح الحدوديات النسبية أو القصور الجبرية، جمع وطرح القصور الجبرية، إحنا اتفقنا في الجمع أو الطرح لازم المقام يكون متشابه. فهنا جايب لي إيه؟ هجيب نفس المسألة دي جمع وأجيبها طرح. أنا عمال أجيبها جمع وطرح ليه؟ عشان هما الاتنين شكل بعض أصلا، يعني هما الاتنين شكل بعض، ولكن الجمع بنجمع الطرح بنطرح، ما فيهوش فن يعني. لكن الشرط الرئيسي بتاعهم ان المقام يكون نفس المقام. يعني ايه؟ يعني اهو لو جينا نحل دي، انا هاخد س زائد 3 واحده، والمفروض اجمع البسط طالما المقامات شكل بعض، اخد واحد واجمع البسط. طب انا لو جيت اجمع س مع 3 لا تجمع، لان ده س وده 3. اللي لا يجمع في الرياضيات ننزله جنب بعض كده، س زائد 3. يعني واحد قال لك اجمع س زائد ص، قول له بتساوي س زائد ص. اطرح س ناقص ص، قول له بتساوي س ناقص ص. ما ينفعش تطرحهم بعض. طب طالما بقى طلع ده شكل ده بالظبط بالظبط، س زائد 3 وس زائد 3، ممكن اكنسلهم مع بعض. كانك بتقسم حاجه على نفسها وتبقى الاجابه واحد. انا لما اقسم اي حاجه على نفسها الاجابه واحد. طيب لو هي جايه طرح بقى، الطرح نفس القصه، هناخد س زائد 3 واحده. طب هنطرح دول، س ناقص 3 يديني س ناقص 3. هنا ما ينفعش اكنسل اي حاجه، ما فيش واحد يقول لي نكنسل س مع س، ما ينفعش. يا يكنسلوا الاثنين مع بعض، س ناقص 3 مع بعض وس زائد 3 مع بعض، يا ما ينفعش نكنسل حته ونسيب حته. يعني المساله هتفضل على كده؟ اه هتفضل على كده. طيب ممكن يوم جايبها لي برضو كده، يجيبها لي مثلا مقام صغير كده، يعني مثلا يقول لي ايه؟ رقم 3، يقول لي مثلا 3 على 2 س زائد 4 على مثلا 6 س. عادي ممكن يجيبها لي طرح برضو. طب ما فيش اي مشكله. هلاحظ انا لازم المقامات تكون شكل بعضها. يعني اعمل ايه؟ ده 2 س وده 6 س. قال لك طب ما تضرب ده في 3 عشان يبقى 6 س زي ده. بس ضربت في 3 لازم تضرب فوق في 3، فايه اللي هيحصل؟ 3 في 3 ب 9، 3 في 2 ب 6 س. طب وده هيفضل زي ما هو. طب ما ال 6 س بقت زي 6 س، ناخد 6 س واحده ونجمع 9 و4 13 بس. طب لو هي طرح برضه هتاخد 6 س واحده، تطرح 9 ناقص 4 5. ما فيهاش اي ايه؟ ما فيهاش اي فن يعني الموضوع ده. طيب لو جاب لي مساله زي دي بقى، دي قويه شويه بس سهله، هي تحليل يعني. اهو 2 س زائد 4، ما تنساش ان ايه؟ ممكن اخد 2 عامل مشترك. طيب عامل مشترك، ال 2 س بتتقسم على ال 2 فالس، ال 4 بتتقسم على ال 2 فال2 خلص. معلش دي كانت 2 س ناقص 4 ناقص س ناقص 4. طيب يبقى كده اتفضل لي س ناقص 2. حلو، ننزل تحت ده يحلل ايه؟ س في س، الستة هتبقى 2 في 3. ليه بقى؟ او 3 في 2 عشان يبقى مجموعهم 5. طيب الكبير بياخد اشارة النص، الصغير بنضرب سالب في موجب بسالب. حلو، نيجي هنا بقى س ناقص 3 هي زي ما هي، ده يحلل قوسين س وس، 9 3 في 3، واحدة موجب وواحدة سالب. طب ما انا كده بقى في الجمع والطرح ممكن اكنسل في الكسر مع بعض. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اكنسل س ناقص 2 ده مع س ناقص 2 ده، اتفضل 2 على س ناقص 3 ناقص. هنا ممكن اكنسل س ناقص 3 دي مع س ناقص 3 دي. طب اما اكنسل س ناقص 3 بقى مكانها فاضي فوق، قال لك مكانها فاضي فوق حط واحد ما تنساش. وهنا س، انا كنت عايز دي تطير مع دي وتفضل المقامين شكل بعض. طيب هنخلي، هنعمل تعديل بسيط بس في المساله، خلي دي س زائد 3، س زائد 3. فلما اجي احلل طبعا عشان بس ايه، يبقى س دي س زائد 3، طبعا دي س ناقص 3 في س زائد 3، هلاقي ده فعلا س زائد 3 تطير مع س زائد 3، اتفضل فوق واحد وتحت اتفضل س ناقص 3. انا عملت تعديل بس عشان نطلع المقامين شكل بعض يعني، لانه غالبا بيجيبها كده. طب طالما هما المقامين شكل بعض، س ناقص 3 ما تاخد س ناقص 3 واحده واطرح 2 ناقص 1 فال 1. لو نفس المساله وجايه جمع، كنت هجمع 2 زائد 1 يدينا 3 بس وخلاص. ده ببساطه جمع وطرح الايه؟ القصور الجبريه، يعني ايه؟ بطريقه سهله مبسطه ان شاء الله.